لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة: العصفورة تؤكد أن الدبلوماسية العراقية انتقلت من بغداد إلى مقر ممثلية العراق في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتغادر من هناك الدبلوماسية الصامتة وتنتقل إلى العلنية من خلال تبنيها حوارات بين إيران والسعودية وأطراف أخرى، حيث أن اللقاءات جمعت بين دول عربية وأجنبية وأقليمية، وهذه اللقاءات هي مكملة لجولات الحوار بين السعودية وطهران التي جرت في بغداد، وأن هذه الحوارات تصب في عودة طهران إلى الاتفاق النووي وكذلك تهدئة الصراع الأقليمي وبناء علاقات مبنية على الهدوء والاستقرار، في مؤشر على زيادة تأثير العراق في محيط الإقليم من خلال الوساطة بين الأطراف المتعددة لإقناعها بالجلوس على طاولة حوار واحدة. رحب بكم من جديد. بعيدا عن العصفورة ودخولا بموضوع المال السياسي والتنافس الانتخابي، يناقش هذا الملف مع السيد هشام السهيل مرشح عن اليمن، مرشح مستقل. ها مرشح مستقل مرشح المجلس النواب، مرشح المجلس النواب العراقي. حياك الله شيخ. الله يحييك. وكذلك السيد محمد إقبال مرشح عن المشروع الوطني العراقي، ضيفا من أربيل. رحب بك سيد محمد. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ابدو اياك سيد هشام، يمكن البدايه من المال السياسي. هسه جاي نسمع اكو صارت بورصه، ناس يقول لك وصلت 300، ناس وصلت 200. انت على دائره ابو غريب، نعم. ايش قد وصلت يمكم؟ ابتداء احييك واحيي جمهورك الكريم وضيفك العزيز. للاسف هذا في كل انتخابات تكون هذه الحاله موجوده، في ولكن على نطاق ضيق، ليست بالمستوى الموجود بالوقت الحاضر. زين. الان اصبح المال السياسي بشكل واسع جدا واشبه بالعلني. يعني اصبحت الموضوع شراء الاصوات والرشا والى اخره، عدد كبير جدا من المرشحين يمارسون هذه القضية، وعادة ما يمارس هذه القضية هم المفلسون الذين ليس لديهم قاعدة جماهيرية، فجون إلى هذه الأساليب في الأيام الأخيرة من الانتخابات. زين. وقضية أخرى أضيف للمال السياسي، الآن قبل أيام بدأت عملية الإعلان عن وظائف، وبدأت مكاتب بعض المرشحين تجمع مئات الشباب، سنوظفكم فلان مكان وفلان مكان، وهم يعرفون جيدا الشباب وغيرهم انه ماكو تعيينات ولا اكو اي شيء بهذا التوجه، لا صحوه ولا غيرها، هذا كله عمليه للاسف احتيال على اصوات الناخبين لكي يحصل على الاصوات، ومن ثم يبدون بسلسله اخرى من الهجوم على مجلس النواب بشكل عام، لانه هؤلاء كم شخص فاسد يمارس هذه العمليات. زين، هم شنو؟ خلصوا فلوس واتجهوا الى تحويل مكاتبهم الى مكاتب للتوظيف؟ هذا الواقع اللي نشوفه الان. زين. يعني تحولت المكاتب مرشحين الى مكاتب توظيف. اي هذا الان بدات، يعني بدات عمليات توظيف وكذا، جيب الفايل مالتك وجيب مستمسكاتك والى اخره، لكن هذه ما راح تنفع بصراحه، لانه الشعب العراقي بامانه في هذه الدورة في هذه الانتخابات لاحظ أن هناك أصبح وعي كبير للشعب، وبدأوا يفهمون ماذا يجري وكيف الشخصيات وماذا من هم الفاسدون من غيرهم، بدأ يعني ما موجود بصراحة، وهذا هو الأساس. زين شيخ، يمكن أكو سؤال يقول لك: قانون العقوبات العراقي أو قانون الانتخابات عفوا، نعم، فرض عقوبات أكيد على اللي يعني مستخدمين المال السياسي لشراء الأصوات، وهذا إيش قد راح يتم تطبيق العقوبة على المرشح، خصوصا إذا كان المرشح صاحب نفوذ سياسي متمكن
وما حد يقدر يوصل لها. شلون يعني؟ شوف المفوضيه انا اعرف بعملها تفصيليا زين، وعملت بها لفتره. المفوضيه ما عندها جهاز امني تستخدمه لجمع معلومات، هي عليها الظاهر، وبالتالي الظاهر ما ممكن المفوضيه تستطيع ان تمسك هذا او ذاك، ولكن هذا مهمه الاجهزه الامنيه. وانا تحدثت مع السيد رئيس الوزراء قبل يومين ثلاثه حول هذا الموضوع. زين، هذا واجب الاجهزه الامنيه عليهم انه يثبتون هذه الحالات، ومن ثم المفوضيه تتخذ اجراءاتها. بس عندنا عقوبات حرمان، اكيد عقوبات، سحب ترشيح، حجب اصوات. صحيح. زين، فالمفروض انتم ما لسه الاجهزه الامنيه، لا بعض الاجهزه الامنيه، وانا خبرت قائد عمليات يوم امس احد قاده الاجهزه الامنيه يساعد هذا المرشح ضد مرشح اخر، ويلقي القبض على من يتلاعب بصور المرشحين، ومن ثم يطلق صراحة لأنه يؤثر هذا الشخص، لأنه وأيضا هذا نفوذ المال السياسي. ضابط؟ أكيد ضابط. ضابط هو. لا أنت قلت. أي قائد عمليات أنا بلغت البارحة. ضابط درجته شنو؟ درجته كبيرة. يعني أمر فوج هو الرجل. أمر فوج. نعم. في منطقة معينة. أي منطقة معروفة في بغداد، مو ببغداد. زين، هذا يخدم السياسي والمرشح. سياسي مرشح أكيد آخر، وألقى القبض على شخص يمزق الصور وكذا، ولكن أطلق صراحة الرجل. زين. خلينا أرحب بالسيد محمد قبال. أستاذ محمد، يمكن احنا كل دورة انتخابية جاي تتكرر عندنا هاي الحالة، لكن بانتخابات 2021 هاي الانتخابات التي افرزتها تشرين وافرزتها نتائج الحراك الشعبي وكذلك ما حصل بعد تشرين، ويروح اليوم السياسي على نفس الكرة مال 2018 و14 و10 و2006، نفس الانتخابات ونفس الامور اللي جاي كان يستخدمها جاي يستخدمها حاليا. هنا شو راح يخلي المواطن يتامل خير في مجلس النواب القادم؟ تفضل. شكرا جزيلا لكم، وارحب بكم وبجميع مشاهدي قناة الشرقية وبضيفك العزيز استاذ هشام. حياك الله. هذه الانتخابات بالتأكيد تختلف عن كل انتخابات سبقت في العراق، ونلاحظ أن هناك حالة من الوعي حقيقة لدى الجمهور. أتكلم عن محافظاتنا بشكل خاص، محافظة نينوى، هناك توجه واضح من الناس للتدقيق بسير المرشحين وبالعمل السابق لكل مرشح والقدرة على الإنجاز واستكمال أدواته للترشيح والقابلية لأداء هذا العمل. من حق كل مرشح اليوم أن يمارس كل ما يستطيع لإيضاح الناس، إيضاح الصورة للناس في طبيعة هذه الانتخابات وحجم التحديات المتعلقة بهذه الانتخابات. المرشحون مختلفون ومتباينون فيما بينهم بالمستويات بالتأكيد وبالخلفيات الثقافية والسياسية، ويبقى القول الفصل للناس عندما تذهب إلى صناديق الاقتراع. ما نريده حقيقة في هذه المرحلة أن يتذكر الناس أن هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية، وهي انتخابات لاختبار آخر شانس للنظام السياسي وشكل النظام السياسي في العراق. كل محافظة لديها خصوصية بالتأكيد، وأهل هذه المحافظة أدرى بهذه الخصوصيات، ولكن نقول للناس هذه الانتخابات مهمة جدا، وهناك تحديات مقبلة. الذهاب إلى صناديق الاقتراع ستكون جديرة باختيار الأشخاص الجيدين، وأن لا يكرروا الإهمال أو عدم الاهتمام بكل انتخابات كما حدث في السابق. لدينا مشكلة كبيرة جدا في المحافظات الكبيرة وبشكل خاص في محافظة نينوى وبغداد والبصرة على اعتبارها من أكبر المحافظات، أن هناك كان عزوف واضح عن الذهاب للانتخابات، فبالتالي يصل عدد من المرشحين إلى مجلس النواب دون كفاءة ودون فاعلية، وهذا ينعكس على الأداء بشكل واضح على مستوى الخدمات وعلى مستوى الوعي السياسي. أستاذ محمد، يمكن أنا أجي على موضوع أنه المشاركة وغيرها ومن ناحية العزوف، لكن شو اللي يخليك تعتقد بأنه هاي الانتخابات هي الفرصة الأخيرة؟ يعني احنا في العملية السياسية من سنوات طويلة، وواكبنا عدة دورات انتخابية وعدة أشخاص تولوا منصب رئاسة الوزراء وغيرها من المواقع الرئيسية، هناك حالة من التراجع الكبير في النظام السياسي العراقي. أنا من النوع الواقعي وأتكلم بصراحة، النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني مكفول دستوريا. إلى أن يعدل الدستور أعتقد النظام البرلماني في العراق لم يستطع أن يقدم للناس نموذج جيد وديمقراطية جيدة. الكتل السياسية والأحزاب استلت من الديمقراطية بشكل عام
الانتخابات، وكأنما الديمقراطية والعمل السياسي ليس فيه إلا العملية الانتخابية، وهذا طبعا غير صحيح. ليس هناك توعية سياسية. موضوع الحقوق يعني متراجع بشكل كبير جدا. هناك عودة للديكتاتورية بصور قد لا تكون ظاهرة، ولكن نحن نتلمسها يوما بعد يوم. لذا أعتقد أن النظام السياسي في العراق أمام اختبار كبير. هذه الانتخابات هي انتخابات مفصلية، إذا لم يصل إلى المواقع الرئيسية في الدولة سواء كان في البرلمان أو الحكومة شخصيات جيدة تعيد النظر بالأداء السياسي بشكل عام، سيكون النظام السياسي كله أمام مأزق. زين أستاذ محمد، شنو الدكتاتورية من أي ناحية؟ أنت تعتقد أن هناك دكتاتورية؟ أحد مظاهر ضعف النظام السياسي. يعني هناك استخدامات غير صحيحة لموارد الدولة، هناك استخدامات لمواقع تنفيذية كبيرة في الدولة، أجهزة أمنية تسخر بشكل كامل لخدمة جهات سياسية. المواطن لا يستطيع إيصال صوته بسهولة عبر القنوات الرسمية إلا بالتظاهر. موضوع المعتقلين لم ينجز لحد الآن، موضوع النازحين لم ينجز لحد الآن، وكثير من الأمور. حتى الوضع الاقتصادي هناك هيمنة لجهات سياسية على الوضع الاقتصادي للبلد. في النظام الديمقراطي لا توجد هكذا أمور. هذا حقيقة نوع من الاستبداد، ولكن مغلف بقشرة ديمقراطية. نحن لا نريد من الديمقراطية. يقول لك أنا أصواتي تحكي أستاذ محمد. نحن نريد ديمقراطية. أنا أصواتي عندي حقيقية. عندي مقاعد كبيرة مجلس النواب. يعني شو تريدني مثلا أشاركك مثل ما شاركني أنت؟ لا، حقيقة احنا نريدهم يشاركون الشعب. ما يعني احنا نفهم ان القضية الديمقراطية هي قضية اصوات وقضية تمثيل ينعكس من خلال توجه الناس الى صناديق الاقتراع، ولكن ينبغي على الجهات السياسية ان تشارك الشعب، ليس فقط ان تحتكر القرار السياسي بهذه الطريقة. هل هناك احتكار القرار السياسي؟ يعني انت تتحدث وكأنما انت غير مشترك بهذا النظام السياسي. لا، بالتأكيد أنا أتحدث وأنا أعي أني مشترك بهذا النظام السياسي من خلال أكثر من دورة، ولكن مهما كانت القدرة الخاصة والقابليات الشخصية للشخص هي تضيع في الكم الهائل من الفوضى والكم الهائل من طريقة تداول القرار السياسي وطريقة تحضير هذا القرار. وأعتقد كل زملائنا في مجلس النواب وصلوا إلى هذه القناعة. هناك قوانين مهمة واستراتيجية، ولكنها تضيع نتيجة تسخير عدد الأصوات داخل مجلس النواب باتجاه معين، يعني بالاستناد إلى مزاجية رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب وإلى صفقات يتم الاتفاق عليها خارج إطار يعني الإطار الرسمي. فبالتالي الموضوع يتعدى الأغلبية السياسية داخل المجالس إلى طريقة النظر لإدارة الدولة ومفهوم الدولة ومفهوم العملية السياسية. زين أستاذ محمد، قبل ما أنتقل للأستاذ هشام، أكو حكي بقلبك بس ما دا تريد تروج له وتطلع بطريقة دبلوماسية. آخر فرصة لهذا النظام من خلال انتخابات 21. بغير هاي الفرصة، إذا أجت نتائج الانتخابات هسه مشكوك بيها وفق اللي هسه جاي يصير المال السياسي وغيره وغيره وغيره، شنو اللي تتوقع مثلا؟ يعني السيناريوهات مفتوحة أستاذ هشام. أنا من النوع الصريح، وينبغي أن يكون السياسي صريح في كثير من يعني من الأوقات، وخاصة أنه البلد وصل إلى حافات خطيرة جدا من الصراع السياسي اللي نلمس بوادر من الآن. يعني اعتراض الكتل السياسية من الآن على الانتخابات بين معارض وبين مؤيد، الترويج لموضوع رئاسة الوزراء من الآن، التهديد باتخاذ إجراءات في إذا ما جاءت النتائج خلاف للرغبات. هذا كله مظهر من مظاهر ضعف النظام السياسي. بالتأكيد السيناريوهات مفتوحة، وأعتقد أن الديمقراطية والنظام السياسي في العراق لحد الآن بعد كل هذه السنوات هو نظام هش وليس فيه قناعة كبيرة جدا من قبل الناس نتيجة الممارسات. وبالتالي طالبنا قبل الانتخابات تقريبا بسنة بالتوجه لإعادة إحياء نظام سياسي مرن قابل لاستيعاب طموحات ورغبات الجمهور. وبالتالي السيناريوهات أرجع وأقول مفتوحة، يعني لا نستطيع أن نحدد، لكن هناك بالتالي هناك أكيد يعني سيناريوهات عدة، لكن سيناريو قريب من الأموال الكبيرة جدا دخلت للعراق. يعني لا أستطيع أن أضع إطار واحد أو سيناريو واحد، ولكن استعراض الساحة السياسية عندما تجد أن الدولة
في بعض الأحيان تكون في أضعف حالاتها، هناك سلاح أقوى من الدولة، هناك أموال واقتصاديات كبيرة أصبحت تسلب القرار من القادة السياسيين، هناك هيمنة وسيطرة على الوزارات بشكل كبير جدا، عدد من مفاصل الأجهزة الأمنية مخترقة، يعني الوضع كله حقيقة مهيئ جدا لحالة من الصدام إذا لم تعي الكتل السياسية والأحزاب خطورة المرحلة وأهمية هذه الانتخابات. طيب، لتصحيح المسار. طيب، وصلت الفكرة أستاذ هشام. يمكن هسه إذا أريد نتحدث عن موضوع التنافس الانتخابي، هسه التنافس وصل إلى أدوات غير مشروعة، يعني هسه مثلا استخدام المال السياسي، التسقيط بطرق مو علانية قد تكون باطنية، لكن لماذا لا يتم الإعلان عن الجهات السياسية التي تحاول استهداف أو استخدام المال السياسي بحملات الانتخابية؟ يعني هي مو بس المال السياسي، حتى موارد الدولة أصبحت تستغل لهذا الشخص أو ذاك، هذا واضح للعيان. زين. ويفترض أنه تكون المفوضية تقوم بواجبها باتجاه هذه القضايا الواضحة على الأقل، أما في القضايا الأخرى للمال السياسي من تحت الطاولة وإلى آخره، هذا يحتاج إلى كما قلت لك سابقا يحتاج إلى جهد الدولة، الحكومة العراقية أيضا يجب بكل أجهزتها أن تعمل بهذا الاتجاه، ويجب أن لا يرحم أحد. يعني هذا الموضوع هذا مستقبل بلد، يعني زين. هذا مو قضية وقتية أو قضية عابرة أو شيء شرطي بالشارع ما أخذ له دينار دينارين، لا، القضية مستقبل بلد، ومثل ما تفضل الدكتور محمد هذا مستقبل بلد إذا ما يصعدون الناس أكفاء حريصين على البلد نزيهين معروفين بنزاهتهم، بالنتيجة سنذهب للأسوأ، وهذا ما لا نريده. يعني كافي من 2003 لحد هذه اللحظة، يعني يجب أن صوتك إلى صوت سيد محمد إقبالي ما يخص يعني ضمن أنه الفرصة الأخيرة ضمنا، يعني أتفق وياه في بعض ما طرح، أنه يجب أن يكون هناك تغيير. يعني هذه الانتخابات مفصلية في تقديري، وأنا تحدثت وياك في برامج في سابقة في هذا الموضوع، هذه مفصلية، إما أن ننهض بالعراق مرة أخرى ونعيد إلى ما كان عليه، وإما أنه خلص راح تبقى نفس الوضع وما راح يتغير شيء، والنتيجة الشعب ما راح يبقى ساكت إلى ما لا نهاية. ما يجينا واحد يقول إن هسه التغيير شو راح يصير؟ لا، خلي أقول لك، الآن أكو تغيير، يعني العراق بدأ يستعيد جزء من مكانته في المجتمع الدولي، يستعيد جزء من مكانته في المنطقة العربية ومع جيرانه، يعني في منطقة الشرق الأوسط بدأ يستعيد وضعه. هذه الاستعادة أو بدايتها يجب أن ترصد، يجب أن تضاف لها شيء آخر، يعني هذه الدورة هي انتهت، وبالتالي راح تجينا دورة جديدة يجب أن تكمل ما موجود الآن كي يبدأ العراق بينهض مرة أخرى. الآن القضية مو قضية فقط علاقات، العلاقات الدولية مطلوبة، ولكن ما نحتاج اليوم من بناء للبلد، البلد محطم، المستشفيات، المدارس، إلى يعني محطم بشكل كامل، بنى تحتية متعبة، هذا يحتاج إلى نهضة واحد، نحن ما راح نقدر نسوي شيء واحد زين. بالتأكيد نحتاج كل هذه الدول سواء المجاورة أو الغربية، عربية ولا غير عربية، أنه كلهم يساعدونا في عملية بناء بلدنا، والأجندات السياسية هنا والتدخلات الإقليمية هنا، هذا واجبنا زين. يعني اليوم لما نسمع أنه العراق الآن أصبح طرف في حل الصراعات بالمنطقة، هذا شيء كبير مفرح، يعني بدأ بعملية صحيحة باتجاه لملمة جراح المنطقة. كل ما تستقر أوضاعنا في المنطقة عموما بالقضايا الدول الإقليمية والدول العربية، كل ما احنا ننهض ونستقر اكثر ويكون اكو انتاج واضح لنا. زين شيخ، انا هسه اذا ما يجينا واحد يقول لنا التغيير شلون راح يصير، اذا تقول لي تغيير على الدماء الجديدة ولا بد ان نضخ دماء جديدة، فراح خليني اسال اقول لك ليش مرشحين انتم، لكن اذا تقول لي التغيير يصير لا قضية مو تغيير اشخاص، مو تغيير وجوه، يعني الدورة الحالية اللي احنا بيها 80% من اعضاء مجلس النواب تغيروا. زين 80% بقى 20%، العلة وين؟ القضية مو هنا، القضية انه الكتل السياسية يجب ان تعي خطورة الوضع، يجب ان تعي انه العراق لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة السابقة. وكأنما تقول بان الكتل السياسية مطية اذان الطرش لكل ما يجري. يعني الان في تقديري اكو وعي عند بعض الكتل السياسية، لاحظت من خلال لقاءاتي مع بعض اخوتنا انه هناك وعي، هناك عارفين انه الوضع البلد اصبح على المحك، واعتقد انه هذه الدورة او الحكومة التي ستأتي لن تتأخر كثيرا.
هذا نتيجة وعي الكتل السياسية أنه التأخير سيسبب لنا مشكلة أكبر. زين. فأعتقد بعض الكتل السياسية وعت هذه القضية. أما التصريحات الأخرى سنأخذ هالقد مقعد، سنأخذ الحكومة إلى آخره، هاي مسألة طبيعية يعني في الانتخابات تستخدم الأساليب الكثيرة في الدعاية، لكن لما تكون الحقيقة بالتأكيد الكتل السياسية راح تكون تتحمل مسؤولياتها. وأعتقد تعتقد ما دام تفتحت لهذا الموضوع أنا ما بدي أسألك به، تعتقد إنه التيار الصدر راح يحصل على 100 مقعد؟ 100 مقعد لا، صعوبة هذه يعني 100 صعبة. التيار الصدري تيار شعبي لشعبيته لوضعه زين، ممكن أن يستهان بها. وأنا في تصريح معك وقبلها يمكن في تغريدة قلت إنه إذا ماكو الصدريين بالانتخابات يعني صعب أن تجرى حتى الانتخابات. ليه تتوقع يحصل على المقاعد؟ أنا ما عندي إحصائيات، ما عندي مركز دراسات حتى أعرف إيش قد، لكن باعتقادي أعتقد هم سيكونون الكتلة الأكبر. يعني تعتقد أنه سيكون الأول على المستوى؟ هذا اللي أعتقده. تعتقد أن الكتلة الأكبر سيكونون هم الأخوة الصدريين. وأعتقد الكتلة الأكبر هي التي يفترض أن ترشح رئيس الوزراء، هذه مسألة طبيعية. لكن الكتلة الأكبر؟ هل راح نرجع على التفسير؟ لا، مادة 76. أنا ما راح أرجع لها. أنا أقول لك إنه التوقعات كلها اللي نعتقد إنهم راح يكونون الكتلة الأكبر. إذا ما كانوا الكتلة الأكبر، أو حتى الكتلة الأكبر ما راح تقدر تشكل رئيس حكومة. زين. يعني أنت تعرف الحكومة تحتاج إلى نصف إلى توافقات. وبالتالي عفواً سيجون للتوافقات بالتأكيد. سواء بس الأساس إنه هم الكتلة الأكبر هم من سوف يرشحون. رئيس وزراء. بس خلال مجساتك السياسية إنه التيار الصدري راح سيحصل على المركز الأول. نعتقد. ويصبح الكتلة الأكبر. هذا ما نعتقد. هذا ما تعتقد. نعم. زين. لكن إذا استمر القرار المحكمة الاتحادية السابق يعني إذا نفذ أيضا نفس الشيء بهذه الدورة يعني راح تكون الكتلة الأكبر اللي تشكل في أول جلسة لمجلس النواب، وهذه مشكلة كبيرة. زين. هذه وقعنا بها وانتهت للأسف. زين. يعني شيخ إذا أريد نتحدث عن موضوع أن الحملة الانتخابية والبرامج الانتخابية، البرامج الانتخابية أصبحت مستهلكة نفس اللي كان يطرحون مرشح في 2005 و2006 قام يطرحه في 2021. نعم. وتناسى أنه التطور اللي صار، تناسى أنه النقمة اللي صارت على الأحزاب السياسية، بس هو بعده متشلب بنفس الخمس ست نقاط. أيه. يجب وسنقوم وسنفعل. شوف احنا ديمقراطيتنا منقوصه. زي. يعني مثل ما تفضل الدكتور فعلا حقيقه هاي مو ديمقراطيه. الديمقراطيه لما تكون هناك حكومه وهناك معارضه في مجلس النواب، هذه هي الديمقراطيه، وبالتالي نتنافس على البرنامج الانتخابي اللي احنا نقدمه للمجتمع. زي. طيب لما احنا كنا في مجلس النواب وكنا في الحكومه نتنافس على شنو؟ على المغانم. ماكو. اذا لا قيمه لأي برنامج انتخابي طالما جميعكم مشتركون في الحكومة. زين. نتمنى أن يوصل الوعي إلى كل الكتل السياسية بأن يكون هناك حكومة وهناك معارضة. هذا هو الديمقراطية. على فلوس الحلوة. يعني هاي امتيازات. خلاص. المناصب. المنعوفة. إذن. الوزارات. الجاي الدور خير من الله. بس الوضع ما يستمر بهذه الطريقة. شلون لعد؟ إذا ما يعون الكتل السياسية إنه الطريقة هذه القديمة لن تمضي. مستقبلا سوف يضيع الكل، وهذا ما نتمناه في بلدنا. نتمنى أن البلد يتمارس به الديمقراطية بشكل صحيح. خلص أنا فزت بالانتخابات، عندي مقاعد أكبر، أنا الكتلة الأكبر وأتحكم. ماكو خلص أكون معارضة وأراقب الحكومة بكل تفاصيلها. وذاك الوقت الحكومة تبدأ تخاف حقيقة مجلس النواب، وعند ذاك يقدمون الأفضل للشعب. قبل ما تبدأ المنافسة الحقيقية اللي هي المطلوبة لكل ديمقراطية. قبل ما أنتقد أستاذ محمد، تعتقد أن الكتل السياسي عندنا أحزاب تفكر بهذه العقلية؟ يفترض. عندنا لا يقول لك يفترض. عندنا هسه من خلال ممارستك هسه تعتبر مخضرة بالعملية السياسية. من خلال ممارستك تعتقد إنه عندنا أحزاب تفكر بهذه الطريقة؟ يفترض الكتل الأكبر. لو تفكر بس قبل الانتخابات. هذا طموح طبيعي. زين. لحظة يا أخوي، هذا طموح طبيعي إنه كل كتلة سياسية تطمح أن تحصل مناصب، تحصل كذا، طبيعي. زين. لكن على الكتلة الأكبر اللي تشكل داخل مجلس النواب يفترض إنه ما تسمح للمشاركة. ماكو محاصصة بعد. أنا كتلة أكبر، أنا أشكل حكومة.
خلاص انت تصير معارضة سقطون هي ثاني سقطني ثاني سقطني. لا سقطها ثاني يوم خلي سقطها. انا ارجع لك بخصوص هذه خلنا نشوف رأي استاذ محمد اقبال. استاذ محمد يمكن هسه نحكي على البرامج الانتخابية، بيقول لك انت شنو راح تجيب لي جديد؟ اشوت لا من الدماء الجديدة لا من الوجوه الجديدة، بالتالي كيف ستقنع مرشحك او ناخبك عفوا بانه يابا تعال انتخبني وانا راح اقدم لك الاصلح، انا راح اقدر اسوي لك تغيير حقيقي بالعملية السياسية؟ طبعا كل دول العالم عادة في الممارسات الديمقراطية تركز على الخبرة. طيب. العراق يسير عكس هذا الاتجاه. شو يركز بالله؟ في سفراتنا خارج البلد ولقاءاتنا بالمجالس، يعني بالمجالس التشريعية والمجالس الرقابية، يركزون على الخبرة أكثر مما يركزون على العمر أو أشياء أخرى. بالتأكيد خلال عملنا بالمجال السياسي فترة طويلة خدمنا شرائح كثيرة جدا، تراكمت لدينا خبرة، لدينا علاقات مع المواطنين جيدة جدا، هناك حالة من الاحتكاك بيننا وبين الناس ينتج عنها اطلاع على عملنا بشكل واضح. ما نعد به الجمهور في هذه الفترة حقيقة، يعني أريد أن أنبه إلى هذا الموضوع، نحن لسنا في انتخابات بلدية، نحن في انتخابات لمجالس تشريعية، وبالتالي ينبغي أن يكون الموضوع واضح يعني لعموم الناس. في محافظة نينوى حقيقة نحن كمشروع وطني عراقي ركزنا في برامجنا الانتخابية على نقاط رئيسية، أهم هذه النقاط في محافظة نينوى هو إيقاف تداعيات موضوع سقوط المحافظة بيد العصابات الإرهابية وظروف تحريرها. زين. لأن صار عندنا خلل كبير جدا في محافظة نينوى، لا زالت محافظة نينوى إلى أيامنا هذه لم تصل إلى حالة من الاندماج مع الوضع العراقي بشكل كامل. هناك نظرة من بقية يعني أفراد الشعب العراقي وحتى من مؤسسات الدولة باتجاه محافظة نينوى وباتجاه أهالي مدينة الموصل يتلمسها الناس أن هناك نظرة ارتياب و يعني محاولة لتعويق كل ما يتعلق بمحافظة نينوى. فالنقطة الرئيسية التي لدينا حقيقة هي إيقاف هذه التداعيات ومعالجة الوضع في محافظة نينوى الذي ترتب على أساس طريقة تحرير هذه المحافظة. هذه النقطة الرئيسية الأولى. النقطة الثانية حقيقة محافظة نينوى وفي كلامنا للجمهور بشكل عام خالية من الاستقرار السياسي والاستقرار الإداري، ليس هناك مشروع سياسي واضح المعالم في محافظة نينوى لحد الآن. هناك قوائم انتخابية، هناك مرشحين، ولكن كمشروع سياسي المحافظة تخلو نتيجة الزلزال الكبير الذي ضرب هذه المحافظة. لذا نحن نعمل على الاستقرار السياسي والاستقرار الإداري. دوائر الدولة والمحافظة في يعني مجلس المحافظة والإدارة المحلية المتشكلة في محافظة نينوى تم إجراء تغييرات كثيرة عليها منذ تحرير المحافظة وإلى اليوم، وهذا أدى إلى ارتباك إداري كبير جدا في محافظة نينوى، وأدى إلى دخول مواقع قوى ومواقع نفوذ جديدة إلى المحافظة صاحبت طريقة التحرير وتوقيتات التحرير. النقطة الثالثة حقيقة نحن نعمل على إعداد حزمة من القوانين والتشريعات التي تضمن لمحافظة نينوى واستحقاقها من الثروة واستحقاقها من السلطة واستحقاقها من الخدمات. لا زالت إلى أيامنا هذه هناك أموال مجمدة في أرصدة وزارة المالية وفي البنك المركزي تخص محافظة نينوى كانت متوقفة نتيجة وضع سياسي. نحن نعتقد أن هذه الانتخابات مهمة جدا إذا عملنا بهذه الطريقة. والنقطة الرابعة الرئيسية هي متابعة موضوع الخدمات، وأعتقد أن نظام الدوائر الانتخابية سيتيح لنا مساحة أكبر في تحقيق عدالة بطريقة توزيع المشاريع في هذه المناطق الانتخابية ومتابعتها مع الإدارات المحلية ورصد الأموال الخاصة بها. أستاذ محمد يمكن هذا اللي حكيته كله، يعني هسه إذا المواطن راح يسمع يقول لك هذا برنامج حقيقي برنامج انتخابي، لكن هذا البرنامج ما طبق لا بال 2014 تمام ولا قدرنا نطبقه بال 2018. هسه في 14 بالله عندنا كانت معارك تحرير وغيرها، 2018 ونفس الخراب مستمرين عليه، بالتالي شلون راح انا اقنعه؟ يقول لك انا احكي لي كلامي وكلني خبز، ما اريد بس وعود. انت راح تطب مجلس نواب راح تلقى التنافس وراح تلقى هذا حصتك وهاي حصتي وهذا عوفه وهذا انفتحه وهذا بقي. شلون راح تقنع انه المواطن تقول لا يا برح أطبق لك هذا البرنامج؟
طبعا الموضوع نسبي. احنا يعني انا بينت في بدايه كلامي انه خلينا نبتعد عن المثاليه. بالتاكيد الموضوع نسبي، ليس هناك حاله مثاليه يعني 100%. الموضوع نسبي بالتاكيد، ولكن اريد ان اوضح نقطه مهمه جدا. ينبغي علينا ان لا ننسى وان نعيد الذاكره في كل عمليه انتخابيه. 2014 كانت ظروفها صعبه جدا. ثلث العراق تقريبا محتل من قبل عصابات داعش، والعراق داخل معركه مفتوحه من جميع الاتجاهات. في 2018 بالتاكيد صارت انتخابات، ولكن انتخابات اخذها من عندي كانت مزوره بنسبه هائله جدا، ووصل شخصيات الى مجلس النواب مطمئنين انه هاي الانتخابات ما راح اشوفها تزوير استاذ محمد. وبالتالي بس عفوا وبالتالي الظروف اللي صاحبت، يعني راح اقول لك موضوع تشرين كان مؤثر جدا، موضوع كورونا كان مؤثر جدا، تغيير الحكومه كان مؤثر، يعني اختيار حكومه السيد عادل عبد المهدي والخروج عليها بتظاهرات وتغيير الحكومه، مجيء حكومه السيد الكاظمي، التحديات اللي صاحبت الحكومه الجديده، ودخولنا مباشره الى الانتخابات المبكره. زين، بالتاكيد يجب ان نسترجع ظروف كل انتخابات حتى نستطيع ان نحكم على البرامج الانتخابيه بشكل صحيح. اما مفرده التزوير، العمليات الانتخابيه في كل دول العالم تصاحبها عمليات تزوير ترتبط بشكل كبير جدا بطبيعه قانون الانتخابات وبقدره المفوضيات المستقله على أداء الانتخابات وبالرقابة الدولية وبرقابة الناس أيضا. لا نستطيع أن نقول أن هذه الانتخابات ستخلو 100% من هامش التزوير، ولكن بالتأكيد في ظل البطاقة البايومترية، في ظل الرقابة الدولية، في ظل رقابة الشركاء السياسيين بعضهم على بعض، في ظل الوعي النسبي الكبير الذي تحسن قياسا على الانتخابات السابقة، توجه الناس إلى الانتخابات بحد ذاته، إذا توجهت الناس إلى الانتخابات بالتأكيد هامش التزوير عندنا سينخفض. أما إذا كان هناك أيضا حالة من العزوف بالتأكيد سنتيح لمن يريد أن يزور مساحة أكبر للتزوير. أستاذ محمد المرشح عن محافظة نينوى، محافظة نينوى وأنبيا صار شراء للأصوات ومال سياسي. موضوع المال السياسي للأسف دخل في اعتقادي إلى جميع المحافظات، حتى موجود في نينوى. سنحكي عن نينوى كمرشح أنت حضرتك بها. موجود، نعم موجود. إيش سعر الصوت وصل يوم؟ وبحقيقة يعني أموال كبيرة جدا دخلت للمحافظة وعروض. هسه احنا تجاوزنا يا عمي موضوع أنه يعني ترغيب الناس بالتعيينات اللي ذكرها شيخ هشام، شنو العروض بالله؟ تحويل مؤسسات الدولة. اليوم كثير من المرشحين اليوم هم يعني يديرون مؤسسات الدولة، وبدأوا يستخدمون موارد هذه المؤسسات والمشاريع، وبدأوا يضطهدون حتى موظفيهم بالنقل والإعفاء، ويعني كثير من الأمور التعسفية. بل هناك بعض المرشحين بدأ يوزع أراضي ويوزع بيوت، وناس توزع أسلحة وناس توزع سيارات. حقيقة يعني عروض خيالية، لا أعرف مصدر هذه الأموال. موجودة حاليا في نينوى بصراحة. نعم 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 موجودة بنينوى، وعلى الحكومة والجهات الرقابية حقيقة أن تتابع هذا الموضوع. زين، هذا اللي جاي يوزع أراضي شلون يوزعها؟ بأي صورة؟ مجلس النواب أشخاص غير كفؤين. والله السلاح يشتري مثلا قطعة سلاح ويوزعها، هذا اللي يبيع أراضي ويقطع بكيفه شلون؟ والله أنا أيضا أتساءل نفس السؤال. يعني أنت بالتأكيد عندك تواصل مع مرشحين محافظة نينوى، وإذا سألتهم بالعلاقة اليوم أنا جاي أسألك، أنت مرشح اليوم ما وصلتك معلومات؟ نعم أنا أكد لك يعني لدينا معلومات كاملة، وحقيقة سجلنا شكاوى على عدد من المرشحين، لأن هذا في اعتقادي مسار غير صحيح. وأيضا لدينا حالة من التخوف، ربما تكون هناك دول تقف خلف هذه الأموال، ودول قد تكون معادية للعراق تسعى لإيصال عدد من المرشحين إلى هذا المجلس، وبالتالي السيطرة على الانتخابات هي مو أخرى. الانتخابات مو على الصعيد المحلي، انتقلنا إلى الصعيد الإقليمي. خلينا نشوف رئيس أستاذ هشام. أكو حقيقة أنه تخوف اليوم من حالات ترغيب وترهيب راح تصير أثناء يوم الاقتراع أو بيوم الاقتراع؟ هم يوقفوا لك 5-6 باب المجلس أو المركز الانتخابي وانتخب فلان ولا تنتخب فلان. يعني ما راح أتحدث عن مستوى العراق، لأنه بالعراق أكيد زين. أكيد أكو حالات بالتأكيد. أتحدث عن المنطقة اللي أنا أمثلها. لا، في مناطقنا مستحيل أن تكون هذه الطريقة موجودة. ليش؟ انتهت هذه القضية، ما موجودة في مناطقنا، على الأقل في يعني أبو غريب ومناطق الغزالية وغيرها، هذا ما موجود عندنا. لكن اللي موجود عندنا
أحد المرشحين وموظف الدولة بمستوى مدير عام يمارس التهديد والترهيب، وإذا ما تجي معي ترى أسوي بك كذا. وفعلا هو مدير دائرة معينة. مدير عام بأي وزارة؟ ما أعرف الوزارة. شوف أنا والله ما ألجأ لهذه الأساليب، لأن هذه الأساليب تقلل من قيمة المرشح، وأنا هذا مو طبيعي. صح، مو طبيعي. بس من حق من أعرف هسه ما أرد اسمه وما أريد هذا، ما راح أتحدث باسمه. إي لكن بأي وزارة؟ يصدر أوامر تحقيق وعقوبات لموظفين آخرين من خارج دائرته. اصلا ما عند هذا خلاص، حتى يرهب في منطقته ويجي غصب عليها ويكون في اي وزاره موجوده. في اي وزاره مدير عام معروفين؟ ما يحتاج. لا مدير عام هذا اللي جاي قصده، واضح يعني، واضح معروف شو بده يصير. وهناك موظفين صغار اخرين في دائره اخرى لنفس الوزاره مالته، يخلي المعلمين ضمن نقابات وموظفين واخرين، ويخليهم يقولون تعالوا هنا، لو تجون مع هاي الجهة لو ترى أسوي ياكم ما أسوي. هذا 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 أسلوب يعني ما راح يفيد. المعلم وين موجود؟ بوزارة النفط؟ أنا ما قلت معلم، معلم جزء بالجيش. أيوة معلم. زين. وبالتالي هذا اللي جاي يستخدمه جاي يأثر على الناخب؟ لو ما جاي يأثر. طبعا موظف بسيط ما تمارس وياه هيك أساليب يعني إرهاب، هذا هذا ما مقبول. زين هذا اللي جاي يرشح هسه وجاي ينافس منافس هسه وبعد وجاي، واحنا نريد نضخ دماء جديده ويابا التشغيل، لازم تنظمون انفسكم وتدخلون عمليه سياسيه، وين راح تقدر تنافس هالحيتان؟ وين راح تقدر تدخل بهذا الصراع وهذا التنافس؟ شوف هذا التقصير منهم مو من الاخوان المرشحين. زين لو كانوا تشرين او جماعه تشرين منظمين ومقدمين كتله سياسيه قويه لكان اكتسحوا أكثر من 40% من الأصوات. لكن المشكلة أنه ما منظمين، يعني هم جهة هنا وجهة هنا، فبالتالي تفرقت أصواتهم، ما استطاعوا، قسم منهم دخلوا حتى مع أحزاب سياسية. هذا في شق، في شق آخر يعني مرشح جديد وين راح يقدر ينافس بهذا التنافس؟ حيتان أي ما يقدر، ما يقدر، لا ما يقدر. إذا جديد ما له شيء أمن. إذا إحنا نريد نخصم هالسالفة، أنه الموضوع الأحزاب السياسية التي أنشئت بعد 2003 والتي كانت قبل 2003 هي معارضة ستبقى نفسها إلى لا هنا شوية أختلف معك. لحظة، الكتل السياسية الحالية ما راح يكون أكو فوارق بيناتهم كبير، وهذا أيضا شيء جيد. زين. يعني ما راح تكون كتلة سياسية عددها عدد مقاعدها كلش كبير والأخرى عددها صغير، يعني على الأقل أتحدث عن الكتل الكبيرة، ما أتحدث عن، راح تكون متقاربين يعني الفروقات راح تكون بسيطة، وبالتالي هذه تسهل عملية سرعة الاتفاق لتشكيل حكومة. هذه أيضا أحد الميزات، لأن اللي عنده 100 وأكثر من 100 مقعد هذا يتكلم بمستوى بسقف عالي، فصعب يقدر يتفق ويا الكتل الأخرى. لكن لما يكون متقاربين لا. قضية أخرى، قضية لا، في كل انتخابات راح يصعدون شخصيات من مو كلهم مرشحين بالتأكيد، الدورة المضت 80% تغيير. زين فهذه الدورة أيضا راح يصعدون شخصيات مستقلة في بعض المناطق، ما ينافسون، ما راح ينافسون في بعض المناطق، أنا أقول لك وما لهم شيء، لكن مناطق أخرى لا ممكن أن يحصلون، راح تصعد عندنا أصوات مستقلة. إيش قد التغيير راح يصير هسه؟ تغيير جزئي، مو تغيير جزئي، وبالتالي إنه هاي الأحزاب السياسية راح تبقى نفسها. هذا اللي أقول لك شيخي، غير معيش عش، لا صح، غير عندها مرشح، عندها وزارات، وعندها مكاتب اقتصادية، وعندها الدنيا كلها مالتها، معيش كل عد، دولة مالتها، الفلوس مالتهم، شو اسمه مالتهم، يعني شو اسوي؟ إذا باقي هذا موجود، باقي هذا هذا موجود، لكن نعول على التغيير في القضية الحكومة القادمة. زين. الحكومة القادمة هذا اللي نتمنى، أن تكون حكومة خارج هذه القضايا، مثل ما جاء السيد الكاظمي، أن تكون بهالطريقة تكون الحكومة القادمة حتى نستطيع أن نحقق شيء. احنا ما احس المفروض ما ندعو الى احزاب جديده، لان اي حزب جديد ويا هاي الحيتان ما راح يقدر. تمام، هسه لازم ندعو، هسه ما ادري، ندعو رب العالمين، ندعو الكتل السياسيه انه تغير بس عقولها وتفكيرها وتغلب مصلحه العامه على مصلحتها الشخصيه. اعتقد يصير يعني التغيير، ما ممكن ان يتبقى الوضع بهالشكل، هم الاغلبيه فاهمين ان الوضع ما ممكن يستمر، فلازم يصير تغيير. وشو البديل يعني؟ شو يستمر؟ راح تبقى ديمقراطيه وراح تبقى احزاب وانتخابات. لا لا، الديمقراطيه احنا ما نريد نغير الديمقراطيه ولا نريد نغير شو اسمه، بس على الاقل بلكي بالدوره هذه القادمه نغير النظام السياسي، يعني نتغير البرلماني ما راح يخدم بعد خلاص، هذا نظام اعرج يعني، ما ممكن، ممكن تغير الدستور، ممكن بلكي ممكن نحقق يعني نبقى بالديمقراطيه لكن كنظام سياسي ما ممكن يستمر.
يعني نظام برلماني على في تقديري بهذه الطريقة ما يستمر. زين شنو البديل؟ وين راح نروح؟ نذهب إلى نظام رئاسي، نذهب إلى شيء آخر نقدر نحقق به شيء. يقدر يخدم النظام هسه يقول لك الرئاسي راح يأسس لي ويثبت لي إلى دكتاتورية. يعني شلون اجي يا اللي يعني هو مو قضيه دكتاتوريه لكن على الاقل يقدر يبني يقدر يخدم. هو شنو الغايه؟ يعني الغايه ان نحكم تعرفها. احنا انت تعرفها لا استاذي الغايه ان نحكم احنا وخلاص. لو الغايه نبني البلد ونبني شعبنا ونعمر بلدنا مو هذا الاساس؟ زين طيب عمي خلي يجيني مو دكتاتور خلي يجيني منه ما يكون خلي يبني لي يكفي يكفي اللي هنا. انت تطلع شايف شكو اكيد تطلع وتشوف شايف شكو هناك. انت تعرف هاي جنب بغداد بصف بغداد بالتنكرات المي لحد الان يودون لهم تنكر وعنده انابيب لكن ما يوصل بالتنكرات لان يبقون الغاز ويبقون الشسمه ويبقون كل التفاصيل. والله لو ما يبقون يصل المي لكل الناس والله لو ما يسرقون لكل شيء يوصل. لكنه شو تسوي بال21 مي بالتنكر هسه اذا تطلع وياي هنا ابو غريب صفك بالتنكر يشربون المي ويخابروننا دخيلكم بك تدزون لنا تنكر حتى نشرب مي. عمي عيب عمي عيب والله كافي كافي. خلي يجيني رئاسي خلي يجيني دكتاتور خلي يجيني كذا كافي. يجب أن إعادة النظر بالوضع بشكل عام. إحنا ما يهمنا تقديم الناس بشكل صحيح. لا مدارس عندنا لا مستشفيات. شايف مستشفى ما طالع عليها مستشفى مرة ورا شايفها والله ما تصلح للأبقار بأمانة. ما الحيوانات ما تصلح. أتمنى يوم تأخذون عدستكم وتجون تشوفونها. تقصير وين؟ شوف تقصير مركب. لا انا ما اعول على ما اقول الكتله السياسيه الفلانيه او السياسي الفلاني بس هذا نتاج شيخ هذا نتاج هذا بالضبط هذا نتاج اصبح ثقافه عامه عند المجتمع بهذه الطريقه وهذا مو صحيح. قبل ما انتقل استاذ محمد ايهم ان اي نظام ينفعنا هسه الحالي هسه ابقى على ابقاء النظام الديمقراطي تمام لكن لا ديمقراطي ما لي تغيير احنا شبه رئاسي ابدا لكن يجب ان يكون لو رئاسي شبه رئاسي يجب ان يكون نظام جديد يختلف عن الحالي. لازم لا بس تقول ان النظام الديمقراطي او النظام البرلماني ثبت فشل بلا استاذ محمد تتفق مع راي سيد هشام ما يخص انه النظام البرلماني خلص ثبت فشله وما نتج لنا شيء وهذا الواقع 18 سنه 19 سنه لحد الان يقول لك كل شيء ماكو. هسه احنا مقبلين ايضا على انتخابات جاي نشاهد بيها نفس الاساليب بالتنافس الانتخابي مال الانتخابات السابقه مال سياسي تسقيط وكانما مستمرين على نفس النهج. تتفق انه هذه خلص وهذه الدوره هي الدوره النهائيه للنظام البرلماني في العراق؟ يعني استاذ هشام انا بدات كلامي في بدايه الحلقه بهذا الموضوع وقلت ان النظام السياسي امام اختبار كبير جدا وانها الفرصه الاخيره. بالتاكيد الانظمه يعني انظمه الحكم متعدده وفي اعتقادي كان الاصرار على النظام البرلماني على اعتبار يعني في 2003 وما بعدها كان النظام السياسي جديد وهناك حاجه لاتاحه الحريات السياسيه بشكل كبير جدا واعطاء صوره نمطيه عن تغيير النظام. ولكن الآن أثبت عجز كبير جدا في استيعاب احتياجات الناس مع وجود أيضا هذا الكم الهائل من الفساد وطريقة تداول الحكم ومنهجية إدارة الدولة. الأنواع الأنظمة كثيرة جدا. هناك عندك النظام الرئاسي، هناك نصف الرئاسي، هناك نظام رئاسي مع أقاليم إدارية، هناك حتى الناس تذهب اليوم بدأت تطرح الموضوع الملكية الدستورية. وبالتالي في اعتقادي هذه الدورة من أولى مهام العمل فيها بعد إجراء الانتخابات والوصول إلى مجلس النواب وإعادة النظر بالدستور. الدستور بحد ذاته بحاجة إلى إعادة نظر، بحاجة إلى توضيح كثير من فقراته، وممكن من خلال التعديلات الدستورية الاتفاق على طريقة جديدة ومنهجية جديدة لإدارة الدولة ونظام سياسي يكون أكثر واقعية وأكثر حيوية وأكثر قدرة على خدمة المواطنين. ولا ما أهمية النظم السياسية متعددة وهذا اللي نعرفه، لكن أيهم الأفضل للعراق خلال ستم يعني ممارسين العمل السياسي وتعرفون هسه النظام السياسي هسه النظام البرلماني ما يفيدنا. النظام السياسي اللي يفيد للعراق في ظل هذه الأوضاع وتردي الخدمات وصولا لعام 2021 والتناكر ما المي تروح للمناطق بدل ما يمدلها بالبواري وتمدلها بالأنابيب، شنو النظام اللي أصلح للعراق؟ يعني أنا في اعتقادي النظام الرئاسي أو نصف الرئاسي أفضل بكثير من النظام البرلماني. النظام الرئاسي هذا ما راح، نفس السؤال اللي سألته للشيخ، من راح يخليك تروح باتجاه النظام الرئاسي؟
ما راح نجي نفس المشكلة مال الدستور بأن الدستور دستور مكونات ولا بد الحفاظ على المكونات، وشو أنت من راح يعطيك رأس الجمهورية ويخليك تحكم براحتك؟ يعني أستاذ هشام الموضوع هو أنت أمام محددات اثنين، إما تستمر بنظام سياسي أثبت فشله وقد تصل فيه إلى انهيار البلد وإلى التجزئة وإلى يعني تجزئة العراق، وإما تذهب باتجاه إجراء تعديلات حقيقية تضمن فيها على أقل تقدير أن يبقى العراق دولة واحدة وأن يتفهم الناس طبيعة هذا النظام وأن تتنازل الكتل السياسية والأحزاب وأن تقبل بهذا الموضوع. بخلاف هذا نحن ماضون إلى التجزئة، أخذها من عندي. هذا النظام السياسي بهذه الطريقة وبهذه العقلية في إدارة منهجية الدولة لن تصل بالعراق إلى بر الأمان، والمحيط العراقي يعني فيه كثير من التقلبات، إذا استمرينا بهذه المنهجية سنصل إلى طريق مسدود، وبالتالي ستكون تبعات هذا التغيير إذا كان خارج إرادة الكتل السياسية وخارج إرادة الأحزاب ستكون الضريبة كبيرة جدا، وهذه الضريبة سيتحملها الكتل السياسية وستتحملها أيضا عموم المواطنين سيتحملون المشكلة. ولهذا العمل بنضج وبمنهجية واضحة وبتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هي الكفيلة بتعديل النظام. وشنو الضامن هم ما جاي يشتغلون على هذا الأساس؟ يقول لك أنا بزيادة الخراب أنا أجزئ البلد خلاص وأخذ حصتي من عنده وأنا أعرف شلون أشتغل. يعني لا أستبعد أن هناك جهات يعني تعمل على هذا الموضوع، ولكن هذا حتى التجزئة ستقودنا إلى حرب، يعني حتى التجزئة ستقودنا إلى حرب وإلى تطاحن، لأن بالتالي كل هذه يعني الأجزاء هي متقاربة ومتلاصقة. كل من مالاته ومحددة زين، وبالتالي لا الموضوع مو بهذه السهولة، لأن كل جزء راح يستند إلى دولة. يعني حتى نكون واقعيين ونتكلم بصراحة، اليوم العراق إذا تجزأ بالتأكيد كل جزء راح يستند إلى دولة إقليمية زين، وبالتالي سيتحرك باتجاه اقتطاع أكبر أجزاء من الأراضي والموارد من الأجزاء يعني من الجزء الآخر المحاذي له. لهذا نقول أن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا ومرحلة خطيرة، تحتاج يعني توجه من الناس إلى الانتخابات واختيار شخصيات جيدة، وتحتاج من الكتل السياسية والأحزاب أن تعيد النظر بطريقتها في إدارة الدولة ونظرتها للنظام السياسي. لازم أكو تضحيات. زين يعني أستاذ محمد، من خلال احتكاكك بالسياسيين أكو هاي الرغبة؟ أكو هاي الرغبة الحقيقية بعيدا عن الشعارات بالكواليس بجلسات خاصة؟ أكو هاي الرغبة الشعور أنه خلص لابد أن نفكر بعقلية جديدة، عقلية تخدم البلد؟ يعني شوف أستاذ هشام، إذا ما راح يعني مثل ما يقول القول المأثور إن لم ترضى بها كغذاء سترضى بها كدواء. صح، يعني أنت إذا ما تقتنع وتبدي تشتغل على هذا الموضوع سيفرض عليك الأمر، وبالتالي ربما تكون خارج المعادلة السياسية، ربما ستكون يعني تذهب باتجاه آخر. يعني اليوم لا ننسى البلد مليء بالسلاح، البلد مليء بالأموال، البلد مليء بمخابرات الدول الإقليمية والدولية، يعني العالم كله يشتغل داخل العراق. فإما أن نكون واقعيين ونضع مصلحة المواطن والأجيال القادمة ومصلحة العراق أن يبقى دولة موحدة وسيدة في المنطقة زين، وإلا سيكون البديل خراب. فالكتل السياسية اليوم اللي ما يريد يذهب بهذا الاتجاه ويقدم مصلحته الشخصية أعتقد يعني ينبغي أن يحكم عليه الجمهور من الآن في هذه الانتخابات. أستاذ محمد، بالسؤال الأخير، راح تكونون كالمشروع الوطني العراقي بعد الانتخابات جزء من مفاوضات تشكيل حكومة؟ راح تقدرون تخترقون هاي المفاوضات وتكونون جزء منها لو ما راح تقدرون بعيدا عن التمني والطموح؟ يعني أعتقد النتائج هي التي ستحكم. لدينا مرشحين حقيقة جيدين في أكثر من محافظة وفرصنا جيدة، ولكن سنكون واقعيين جدا. الغاية ليس فقط هي تشكيل الحكومة أو المشاركة بهذا الموضوع، سننظر إلى طبيعة الكتل التي يعني نتائج الكتل والمشروع السياسي يعني أيضا اللي تكلمنا به من خلال هذه الحلقة، ما هي التغييرات المقبلة، وإلا ربما نشارك وربما لا نشارك. 30 ثانية، ربما تشارك أو لا تشارك، قصدي في مفاوضات تشكيل الحكومة إذا كانت بنفس العقلية وبنفس المنهجية. وضعت. يعني إذا كانت بنفس العقلية ونفس المنهجية ما راح يتغير شيء. تمام، ب30 ثانية رسالة إلى جمهورك، تفضل.
يعني حقيقة رسالة إلى جمهورنا في محافظة نينوى، نقول لهم محافظة نينوى تعرضت لأحداث كبيرة جدا. بالتأكيد كل الانتخابات السابقة لم تكن مثالية، ولكن نقول هذه الانتخابات مهمة لإعادة هوية نينوى من جديد ووضعها الطبيعي، لوضع حالة من الاستقرار السياسي والإداري في المحافظة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للمرحلة المقبلة من خلال السلطة والثروة والخدمات. طيب أنا أشكرك شكر جزيل سيد محمد إقبال ضيفي من أربيل المرشح عن المشروع الوطني العراقي في نينوى، شكرا جزيلا لك. سيد هشام السهيل بثلاثين ثانية رسالة إلى جمهورك. طيب. ممكن عندك تعقيب على ما تفضل به؟ أكيد عندي تعقيب. نتمنى أنه طبعا. العراق إحنا نراهن كثيرا على وعي الشعب العراقي، لا يمكن للعراق أن يتجزأ ولا نسمح بتجزئة العراق. إذا ما جزئ العراق لا سمح الله ستكون هناك أطماع للدول، لجميع الدول في العراق، وبالتالي سوف لن يكون هناك عراق نهائيا، ولا أعتقد أن هناك عراقي واحد يقبل بالتقسيم. لا هو قال لك ما يصير تجزئة راح يصير دول. صح. القضية الأخرى، العراقيين واعين، وكأكو تجربة سابقة في يعني في مناطق أخرى. طيب. لما حاولوا أن يكون عندهم وضع خاص الدول طمعت بهم وصار اللي صار، فما نتحدث عنه بالإعلام. القضية الأخرى هي رسالتنا لشعبنا وجمهورنا، وخصوصا في مناطقنا في أبو غريب والغزالية وحي العدل، وبالذات في أبو غريب الحديث هناك نظرة عامة لدى كبار السياسيين الموجودين في البلد، وعندما كنا نتحدث معهم في السنوات الماضية أن أبو غريب هي منطقة غير آمنة غير كذا، وأنا في كل لقاءاتي مع الإخوة أتحدث أنه يجب أن تكون كلمتكم واحدة، وإحنا الآن ننعم بالأمان لكي لا تكون هناك حجة لعدم العمل في هذه المناطق مستقبلا، وإن شاء الله سيكون العمل في هذه المناطق بشكل آخر في المستقبل. أنا أتمنى لكم التوفيق سواء كان للسيد محمد إقبال وسواء كان لك السيد هشام السهيل المرشح عن دوائر أبو غريب وكذلك حي العدل. أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. سلمك. الشكر موصول إليكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة.